إذا ما هي إلى حد الآن جهود أو مساهمات شركة فوسفات جبس التي قدمتها في الجهة أساسا من أجل دعم جهود التصدي لفيروس كورونا الجديد إلى حد هذه اللحظة؟ هي بالنسبة للشركة من اللي تفشى الوباء هذا من تفاعلت إيجابيا مع الوضع وقامت بإجراءات وتدابير سواء من داخل الشركة عبر توفير وسائل التوقي أعوانها أو خارجها معناها عبر دعم محيطها الاجتماعي خاصة على مستوى البلديات معناها تفلت هي الشركة هي اللي تصب البلديات وبالبلديات الحوض المنجمي على وجه الخصوص وحثتهم على اقتناء حاجياتهم من وسائل التوقي مع التزامها بخلاص الفواتير وزاد الشركة سخرت حتى معداتها سواء معناها الجرارات أو شاحنات الإطفاء معناها لتعقيم معناها عدة شوارع وهذا معناها شفتوه حتى معناها في بعض معناها مقاطع الفيديو في المجال الصحي معناها تم التنسيق مع الخلية الجهوية الموجبة للكوارث لرفض حاجيات المستشفيات الجهوية والمحلية وخاصة في مقدمتها المستشفى الجهوي حسين بوزيان بوصفه المركز الرئيسي لإيواء المصابين بفيروس كورونا وتمكين الإطار الطبي من حافلة للتنقل ووفرت كذلك 20,000 كمامة لجميع منها مستشفيات الجهة وتشمل خاصة حتى الإطارات الطبية والأمنية والعسكرية وأكثر من ذلك الشركة تلقت قائمة في عديد المقتنيات الصحية منها من طرف الإدارة الجهوية للصحة ومنها وإن شاء الله منها بالشقة تلبيتها بعد النظر فيها من طرف مصالح طب الشغل هذا هو معناها التفاعل الشركة فيما يخص تفاعل الشركة معنا مع هذا الوباء وهذه الظرفية بقى معناها ثم صحيح معناها عديد الانتقادات للشركة معناها بكونها مقصرة المشكلة معناها ربما احنا معناها ما عملناش معناها تسويق اعلامي اللي عملناه اي هذا هو معناها نعملوا حاجة معناها نقولوا رأي الشركة عملت احنا عملناه في اطار واجباتنا معناها تجاه المحيط لكن للأسف معناها ديما نلبو معناها في انتقادات من طرف الشركة او كل واحد يقول لك معناها انا ما شفناش برو اسئلوا البلديات برو اسئلوا معناها المسؤول المندوبية الجهوية للصحة تو هي معناها تقول لكم معناها شنو عملت الشركة في هذا الإطار هذا 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 جيد يعني لحد الآن عبر المعدات الدعم بالخطوط المالية يعني خلاص المقتنيات بالنسبة للبلديات أيضا التنسيق مع الخلية الجهوية لمجابة الكوارث وهذا مهم برشا سيد علي تعرف أنه الحرب هذه بالأساس الحرب ضد كورونا معناتها تستدعي أنه الأطراف الكل تنسق مع بعضها وشركة فوسفات جبس كلنا منسقين إذا ثم حاجة أخرى أنا لابد معناها باش نشيروا لها معناها تحية معناها من القلب إلى أعوان وإطارات شركة فوسفات جبس اللي قاعدين يثابروا وقاعدين معناها مواصلين الإنتاج رغم أنه الشركة حدت معناها من عدد الأعوان إلى نسبة الثلث فأنه معناها تراسك العمل الإنتاج قاعد يمشي معناها بوتيرة النجم نقوله عادية رغم النقص ولهذا معناها نوجه لهم معناها جيش الفوسفات نعم لأنه هو توا تراسك معناها في الخطوط الأمامية في المعركة لأنه المعركة ما هي صحية فقط ولكن حتى المعركة رأي اقتصادية أكيد هذا هو يعني معناها في ظل الركود ركود عديد القطاعات لابد أنه ثم القطاعات يجب تقوم بواجبها وأعوان شركة فوسفات جبس قاعدين توا معناها تراسك معناها في الخط الأول معركة وربي عينه إن شاء الله. يعني هذا هو يقودني بالفعل إلى سؤال سي علي بحكم تعرف كما ذكرت أن المعركة ليست ضد الفيروس فقط فما رهانات أخرى رهانات اقتصادية بالأساس أن بعض القطاعات الحيوية يلزم تبقى تخدم يعني بالتخفيض إلى نسبة الثلث ويتواصل العمل بوتيرة عادية نفهم أن أعوان وإدارات الشركة معتها يضعفوا من جهدهم في الفترة هذه لتعويض حتى زملائهم معتها اللي تم التقليص معتها في عددهم اللي هم ما هماش يباشروا معتها في الدار معتها سيد علي نستطيع بنظام التناوب في الهادي بالتناوب كل اسبوع يطلع على الثلث فهمت وهذلك معناها باش تقعد الشركه معناها تخدم الوتيره معناها على قدم وساق باش على الاقل نوصل معناها يعني لم تفقد الشركه ما رقم كبير في متأتية من تداعيات هذا الفيروس اللعين يعني لم تفقد الشركه يعني نسبه كبيره فيما يتعلق بالانتاج تقريبا نفس الحجم هو صحيح معناها ما هوش كما المعتاد ولكن اللي نشوف فيه انك تلقى معناها الشركه تمشي بالثلث
معناها وخدمتها معناها قاعدين يخدموا مثابرين معناها، فهذا معناها مشجع على 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 تحياتنا لكم سي علي الهوشيتي المكلف بالاعلام باسم شركه فوسفات قفصه، من خلالك الكل زملائك الاطارات والاعوان والناس الكل اللي تباشر في شركه فوسفات قفصه، ومشكور على كل هذه المعطيات المتعلقه بدعم شركه فوسفات قفصه وانخراطها في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد.